شهدت محافظة الأقصر عقب صلاة الجمعة انطلاق فعاليات حملة قومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، حيث تواجدت الحملة في ميدان صلاح الدين وميدان أبي الحجاج الأقصري بوسط مدينة الأقصر، كذلك في ميدان الشيخ كوك بمدينة إسنا، وذلك تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين ومن أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم. وتنطلق فعاليات الحملات بمحافظة الأقصر برعاية التحالف الوطني للعمل التنموي ومؤسسة حياة كريمة، ويتواجد الشباب وفرق تلقي التبرعات بصفة دائمة في ميدان صلاح الدين وميدان أبي الحجاج الأقصري بوسط الأقصر وميدان الشيخ كوك بمدينة إسنا، وذلك بالتنسيق مع عدد من المتطوعين للوصول بالحملة إلى النجاح. تقرير زميلة إيمان حسن. تضامنا مع الشعب الفلسطيني، شهد ميدان صلاح الدين وسط مدينة الأقصر انطلاق فعاليات حملة قومية للتبرع بالدم لصالح أشقائنا الفلسطينيين لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ المصابين والجرحى هناك، حيث انطلقت فعاليات الحملة ظهر اليوم، وتدافع عدد كبير من المواطنين والشباب عقب صلاة الجمعة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة. أرضى فعالية حملة تبرع بالدم لمساعدة إخواننا الفلسطينيين في غزة. عملنا وسائل التواصل مع الناس في المراكز وفي القرى التابعة لمحافظة الأقصر، بعتنا وسيلة المواصلات عشان تجيبهم عشان اللي يقدر يتبرع بالدم لمساعدة إخواننا الفلسطينيين في غزة. في مبادرة لجمع تبرعات بالدم لصالح أهالينا في غزة موجودين في ميدان صلاح الدين في الأقصر، متكاتف معنا بنك الدم الإقليمي، متكاتف معنا كل الجهود، كل المحافظة متكاتفة معنا، كل القيادات موجودة معنا، كل الناس ما شاء الله في فلو يعني غير عادي، الناس كلها عايزة تقدم أي حاجة لشعب فلسطين. بارك الله فيهم، بارك الله في دولتنا وفي قيادتها اللي بتوجهنا ان احنا نساعد في كل باللي نقدر عليه. احنا نوهنا على الحمله من امبارح، اعلنا عن الموضوع والحمد لله لقينا يعني رد فعل الشارع الاقصري كان مرحب جدا، خاصه لو عايز يعمل اي حاجه في ظل الظروف اللي بتمر بيها فلسطين وهم عايزين يعملوا اي حاجه خاصه في التوقيت اللي احنا فيه ده. الناس مرحبه جدا زي ما حضراتكم شايفين، في اقبال من بعد صلاه الجمعه والناس بتيجي كمان من قبل الصلاه، وان شاء الله تكون حمله ناجحه. اكثر شيء ممكن نقدمه لهم بالتبرع بالدم، بيجينا المتبرع بنعمل الاستماره، بنعمل نسبه هيموجلوبين، نطلع نسبه هيموجلوبين كويسه، بعدين بناخد كيس الدم نعمل له حاجه اسمها فيروسات سي وبي وايت زهري، طلع تمام بيصرف للمريض. كيس الدم بتفصل منه 3 مكونات بلازما او كيس دم، وبتفصل منه حاجه اسمها صفائح. وقد اطلق اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في مصر بالتعاون مع وزاره الصحه حمله موسعه للتبرع بالدم تحت شعار قطرة دماء تساوي حياة، من خلال سيارات متنقلة تجوب المحافظات. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد دعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جميع المصريين للمشاركة في الحملة ومواصلة جهود دعم الشعب الفلسطيني وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع. من محافظة الأقصر، إيمان حسن.